أنا عبد الآلهة، أنا خادم الآلهة، عبادة الآلهة حلال وخير وبركة، ادخلوا إلى معبدكم واعبدوا آلهتكم. ألست من المهاجرين مع نبي الله إبراهيم؟ ها؟ نعم، أنا والد إبراهيم. والد إبراهيم، وتدعونا إلى عبادة الأصنام بعد أن حطمها إبراهيم؟ كيف هذا؟ إنما الآلهة أحق بأن تعبد من دون ما يدعو إليه إبراهيم، وإن عبادتها تقربا إلى رب إبراهيم، ليس فيها أي ضرر أو تحريم. يا ليت إبراهيم جاء برسالته منذ زمن بعيد، إذن لاهتدى الناس جميعا. قل إن الهدى هدى الله. من هذا الذي يبيع التماثيل؟ يا رجل، ماذا تفعل؟ ألا تعلم أن الله قد حرم الشرك والكفر والفسوق والعصيان؟ كف عن بيع الأصنام وإلا قتلناك عليها. لن أكف عن بيع الأصنام، فهي تجارتي، وإن شئتم قتالا قاتلتكم يا أصحاب إبراهيم. ها، أخرج سلاحك يا من كفرت بآلهة أجدادك. وهاجر إبراهيم إلى حاران، مفتاح الطريق بين الشرق والغرب، وهي مدينة بين البداوة والحضارة. ولقد كان إبراهيم مع أصحابه وزوجته سارة على حافة مدينة حاران. وتقف سارة تنظر إلى السماء تناجي ربها أن ينصر إبراهيم ورفاقه، حتى جاءتها هذه الكاهنة. يا سارة، من إلهك؟ وترد سارة بأن الله الواحد الأحد الفرد الصمد هو إلهها وإله العالمين، الذي أتقن كل شيء صنع، الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الموتى. ولكننا حتى الآن لا نرى إلهك وإله إبراهيم يا سارة. وترد سارة عليها بأن الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، أحاط ربي بكل شيء علما. ولكننا نعبد الكواكب ونصنع لها التماثيل التي تقربنا منها. وترد سارة عليها، الله الخالق الرازق المحصي المبدئ المعيد، خالق كل شيء، وهذه الكواكب التي تعبدونها من دون الله لا تملك لكم ولا لنفسها ضراً ولا نفع. عنيدة أنت يا سارة. لست عنيدة، بل مؤمنة، مؤمنة بالله رب العالمين. يا إلهي، يا خالقي، يا رازقي، تكلم. إلى أين المصير والمسير؟ الواقع الأليم يذبح ويجرح، ويطرح أحلامي وآمالي في بحر مظلم مؤلم.
من أنت يا إله إبراهيم؟ من أنت؟ أنت يا من فعلت كل هذه المعجزات، من أنت؟ أران حاول أن يتحداك بآلهتنا فاحترق ونادى فما من مجيب. من أنت؟ إنه رب العالمين، إنه رب نوح والذين آمنوا معه، ورب كل شيء، المحيي المميت، الحي القيوم، الخالق البارئ المصور، العزيز الجبار المتكبر. أنت؟ أنت تقول هذا يا صديق آزر الحميم؟ يا نصف أبي وأبي نصفك، وكلاكما يكمل الآخر. أأسلمت؟ آمنت برب العالمين، فآمن يا روح. لا لا لا، وجلس صديق آزر بعد إسلامه وإيمانه بالله ورسله وكتبه والملائكة، جلس بين ضيوف إبراهيم المكرمين. يقولون إنهم في حاران يعبدون الكواكب. يقولون إن نانا إله القمر هو إلهكم هنا، وإن له معبدا كبيرا في سيناء بمصر. ألا تعلمون أن ناحور قد أتى إلينا وذهب إلى أبيه آزر؟ هذا ما يقلقني على دعوة إبراهيم عليه السلام. لا تقلق على عبد رسول، أيده الله بجنوده من فوق سماواته. لا تقلق على من كانت النار عليه بردا وسلاما. لا تقلق يا أخي. ولقد فرحنا بإيمانكم أيما فرح، فهي ضربة قاسية وقاسمة للكفر المتمثل في آزر. ولما رأى إبراهيم ناحور قال: لا مرحبا بك يا ناحور، لهذا قدمت؟ وعاتبهم على عبادة الأصنام والتماثيل. ليس لنا حيلة في أمر الآلهة، فإنها تجري في دمائنا. أنا لست عدوا لك يا إبراهيم، بل أنا عدو لرب العالمين. فرد عليهم إبراهيم: كبرت كلمة تخرج منك يا آزر يا أبي، إني بريء من أبي. ثم أهوى بفأسه على الأصنام والتماثيل فكسرها.